هذا الهيكل حاليا اللي جاي اصوره توقف العمل به منذ سنة 2014، ولا حد الان لا مسؤول لا جهات رسمية اجت كملته ولا شافته ابد. والهيكل مال المدرسة القديمة ديش كلش بناء تعبان، ممكن يسقط على المعلمين والتلاميذ بأي لحظة، خاصة الفصل اللي يعني فصل الشتاء الجاي يعني بالأمطار. محافظ النجف يقول عازم على إنهاء المدارس الكهربائية. تفضل يا محافظ النجف، هاي مدارسنا النموذجية في قضاء المشهار. هذه مدارس الصحراء، هذه مدارس الشرطة، هذه كوارث الحشيش، هاي جواها حربة، هاي كوارث، هذا كله، هذا كله ما صار بسببكم. موضوع الكتب شنو؟ اك شوف استلمنا كتب ما شاء الله اليوم كلها مشققة. زين هذا الطفل او الطالب شلون يصير له واهس ويقرأ بيهن؟